يا شباب، السلام عليكم. خير الحمد لله. جماعة الناس تلحقنا البحر دين ناد النهاية، وضوح من الطم النهاية. والله الناس تلحق النادين نادين، وضوح من الطم. الناس النايمة في الشبه كبير. الله النبي الرسول يا بيبا نادوك وبيع عربات في الحقوا النادين. والله يطردوك من الستين قاعدين فوق العجين كده، اقسم بالله يطردوك. الحقوا النادين يا جماعة، النادين ضغطوا عديلة يعني من دار مصر. الناس بحر ديل انضغطوا، الناس تلحقهم. ما صح زيتها يا أخي، الناس نايمين لكم في شقق يا أخي. يسووا كيف يعني؟ ينادوا الناس الفصل فوق لما يمين الناس ماسكين المحور الثاني الفاو والفاجر والشمال والناس ديل. نادوم ولا كيف؟ يحكموا يا جماعة يا أخي، الحقوا الناس ديل يعني. البحر ديل انضغطوا. أي زول نايم في الستين ونايم في الطايف ونايم في الرياض ونايم غير ما ماسك مهمة، كله يمشي ده يمشي هناك، يمشي بلخ هناك. الناس ديل يا جماعة ما فضلهم يا حي، بس باقي اللي يشيلون بس. اي ما تسمعوا الكلام الاشاعات، ونادي بلينا ونادي سويناه، النادي تلحق الناس بس. بس انا بتكلم مع دول الناس من ضمن الشباب اللي قاعدين هناك، قال لي لا في غادات لا في عساكر، بس عربات راكبين لهم فوق النيس، وناس مستنفرين وناس ما فاهمين اي حاجه. الناس تلحق الناس دي. اي زول ببندق واي زول حامل عربيه، اي زول ان شاء الله بتوصل ان شاء الله بركشه، انا مش اقعد في بحري دي. أطردوا الناس ده غادي، تلحق ناس بحري دين ناد النهاية، وضح من الطم النهاية. والله الناس تلحق الناس دين ناد دين، وضح من الطم. الناس النايمة في الشقة كبير. الله النبي الرسول يا بيبا نادوك وبيع عربات في جنال، الحقوا الناس دين. والله يطردوك من الستين قاعدين فوق العجيب كده، اقسم بالله يطردوك. الحقوا الناس دين يا جماعة، الناس دين ضغطوا عديلة يعني من دار مصر. الناس بحري دين انضغطوا، الناس تلحقهم. ما صح زيتها يا أخي، الناس نايمين لكم في شقق يا أخي. يسووا كيف يعني؟ ينادوا الناس الفصل فوق لما يمين الناس ماسكين المحور الثاني الفاو والفاجر والشمال والناس ديل. نادوم ولا كيف؟ يحكموا يا جماعة يا أخي، الحقوا الناس ديل يعني. البحر ديل انضغطوا. أي زول نايم في الستين ونايم في الطايف ونايم في الرياض ونايم غير ما ماسك مهمة، كله يمشي ده يمشي هناك، يمشي بلخ هناك. الناس ديل يا جماعة ما فضلهم يا حي، بس باقي اللي يشيلون بس. اي ما تسمعوا الكلام الاشاعات، ونادي بلينا ونادي سويناهم، النادي تلحق الناس بس. خلنا من نفسنا وعلينا خلاص، ثاني ما عندنا حاجه اعمل في بلادي. ولا هنا الفاجري دي طرفنا منها خلاص، ده طرفنا منها. هذا من محل ناس، انا ماشي على الكومه، الكومه من الكومه ماشي، ماشي مسافر ماشي غالي. ثاني ما بغيت الفاجر. اي والناس كله ململم حياتهم، شال قروش وشال ذهب وشال عربات وململم لحياته، فات بلده اللي عنينا قايم من دول الدول. انا ما عندي فوق اي فايده، والحركات دي الليله ده كل ما الناس تديك دي يعوي. الناس دول زايدين، وسلاحهم زايد، وذخيرتهم زايده، وعزيمتهم زايده، كل شيء عندهم زايد، لانه هم عندهم تار معانا، وتارهم ده ما بيخلص ما بيخلص. اللي يكملون بيتهم يطردون شت. فهنا يا جماعه ده طرفنا من الحرب، الفاجر دي كده هنا الاخطاء غادي. والله الفاجر ده تكملنا الزوت، ما تخلي هنا وين في اخمار. بس الولاد ما فضل لينا شيء، هذا ثاني فضل لينا شنو؟ والله يفضل لينا ده ذاتك يجيب ثاني محل، حتى اسمع لك طقه تقوم جاي. عشان كده يا جماعه الباقي ده خليته خلوه تياب العين البهرسة الليلة، ما بدنا البنات الليلة بايرات، والعجايز ذاتها العجايز كل رجال يماضوا أخي. العجايز دي عرسا داخل الجول داخل والبنات اللي ما عرسا ديلة أول ليلة خلاص الليلة عيال كلهم قمت كان يعني زول كبعرسي ما في اللي كان يجي عرسوا لهم الفرنقايات جرقوا ديل. هاي وإن شاء الله هنا طرفنا من الفاير ده يعني، ما ده طرفنا يعني، ما عندنا أي قضية يعني. عندنا حاجة شيء يمشي بها عليها على، والما عنده حاجة اللي يمشي عليها لنصيحتي بلا ايد مقطوعه بلا رجل مقطوعه. هنا خلاص الله يجيسنا خلاص، تعبنا من الحرق ده الفاشل دي الليله ده، حاولناها نقل بلا الفلول بقول 133 مره، 133 هجوم، ال 133 هجوم دي كلهم فشلنا فيهم يا جماعه. هنا وين نقول الضبان؟ الضبان اللي كان نزل في الجري ده بطردوها بتدقها كده بتجي راجعه تنزل تاني بتدقها تدونا هنا يطردوني من الفجر ده، انا اجي راجعين يطردوني من الفجر الاوائل ديك، ما سوينا شيء ما سوينا شيء تاني، نسي شيء والله يعني ما نسي شيء، لكن الناس ساكت مثلا قوي الراس ساكت. وخير يا جماعه، شغل يا جماعه،
غير الحرب الفاشلة نرجع وراء. لكن فايدة خلاص فايدة نقول كيف يقدر علامة الحركات دي يومي كما شبه جديدة يومي على الله يومي على الله تصبح السلاحة كثير وزخيرتها كثيرة وناس أكثر وأي غير يومي كيف خش النازل ساكن كيف شبتهم من هذا عارفين السلاحة من زمان زينا هاي لا دول معرفين السلاح الزول بيجي بيقول لي بس بيسجل اسمه بيجيب رقم وطني بيشيل السلاح الناس الفاجئ دي اخطوها يا جماعه والفاجئ دي زي ما قال اخوك علي واطي وطن داخل بشوفوك ده اقوى مسافه بتاعت 10 كيلو تشوفوك ده اقوى ماشي كل ده الناصيه وضربوك والدبابات بتضربوك والطيران ده خليه ساكت الطيران ده كمل الناس كمل الطيران كان خلاك وصلت الفاجئ ذاته ما سامح ذاته فاهم خليك متوصلها ذاته متوصل قلت لك قبل ما توصل يعني انا قلت شخصيا كده ده طرفي من الفاجئ خلاص طرف الله فاشل ذا كان دهوما يعني ما عندي فوق أي عود فوق عود مرضى معاكم سلام وجزاكم الله خير وأصح أخواني ذا كلهم أقول لهم يا جماعة الدار يسلم رقبته والمدار يسلم رقبته اللي مرقوم فيه يشوف مع العيالة بس يمشي يشوف مع العيالة وين يمسوك عياله يبقى يسالم أنا ما سمعت حرب يا جماعة الحرب دي كفانا منه ما فشلنا ما نجحنا وعادتنا كت ماتوا تفضل لي نزل. وهسه بكون لي في القاعدة بعزل في معزل كمان بعزل اللي عزل تقول خرفان حبة الزريبة زي زي الداري بيع الخرف مش بعزل يمسك ده من ضربة ويمسك ده من صلبة ويجي ويفتح يشوف سنونة بس ده بيقوا ناس الفلول بيقوا بعزل زي ده عزل في القاعدة الناس الصغار صار دول مشكلة ولا عندهم أي أهمية هاي الغايد انت الدبيب دبيب راسك وطردان وخلاص تاني بقيتك باللولة وكييييي يوم افتر داك بهذا بموت هاي زينك هسه الناس اللي بتقتلوا راسهم فوق. طيب السلام عليكم شعب السوداني، ان شاء الله تكونوا بخير وعافية. مساء الخير للناس اللي عندهم مساء وصباح الخير للناس اللي عندهم صباح، و ان شاء الله كده ربنا يحفظكم يا اخي. هنا عارفين بأنه يا أخي مجموعة كبيرة جدا من الشعب السوداني الآن موجودين في مختلف دول العالم، فعلشان كده بنديكم الطهية لحسب المعايد اللي انتو معاكم هناك، فإن شاء الله ربنا يحفظكم يا أخي. خلونا عبركم أيضا نرسل رسالة لكل جنودنا البواسل، زمان كنا بنكون جنودنا العشاوس لكن الناس دي جسرقوا الكلمة وبيجوا يسموا قواتهم المرتزقة بالعشاوس، فخلنا عليهم فنقول جنودنا البواسل. إن شاء الله ربنا يحفظكم يا أخي في الميادين في المواقع في المواقع بتاع العمليات، فان شاء الله ربنا يسدد خطاكم ويحفظكم يا رب العالمين. ابهرتونا والله، فبكاء وصراخ وجري تقيل من الاخوة المرتزقة سواء كانوا في بحري. التهية لناس بحري، التهية لجنودنا في بحري، صراحة امتعونا متعونة جدا بالانتصارات اللي حققت اخيرا في مدينة بحري او مهلية بحري وخرطوم ومدرمان، بالذات ناس الكدرو ادي كدرو تهية، فشغلكم نظيف ان شاء الله ربنا يحفظكم. والنازل خلاص انتهوا يا اخوان، النازل انتهوا، هم برام بوصفوا القضايا وبدون التفاصيل الجوام، لانه قالوا يا اخي الناس الفضل عندهم كلهم نقص. وصراحة عفوا النازل انتهوا من اول تلقى يوم 15 ابريل، فالنازل انتهوا صراحة، اللي فضلوا الان موجودين هم فقط شفشافة واولاد البلد يعني، فالحس الموجودين هم النقص، والنقص هم من وين يعني؟ النقص هم من اولاد المنطقة ذاتهم يعني، فهم الان شغالين شفشافة وشغالين في ممتلكات الشعب السوداني، ما زال هنالك مواطنين موجودين في السودان اللي هم ظروفهم ما ساعدوا بهم يقدروا يطلعوا وكده، فهم موجودين، فهم الان بياكلوا المواد التموينيه بتاع المواطنين يعني، فاي شيء اللي جوه عندك فبيشيلوها، فهم ده شغلهم الان يعني، فهم ما بيخاطروا ولا اي شيء. ففي التسجيل الصوتي هم بيطلبوا فزع يعني، فان شاء الله ما في لك فزع يا حبيبنا، في محلك تكون زايل ونعيمك زايله، واللي هم جايينك برضه سواء كان زي ما قلت بيتوصان ولا بيركشة فزايله ونعمك زايله، ف ده الدليل بانهم انتهوا يعني. زمان كانوا عندهم عربات قتاليه كبيره جدا، عربات لاند كروزر، لكن الان بيجوا بيلفوا بيتوصان ومن توصان رجعوا لركشة يعني، فبكره ان شاء الله تلفوا بحاميركم يعني.
فانتهيته زايلة ونعينك زايلة. ده اللي الحاصل الآن في الوادي الميداني. فصراحة قواتنا المسلحة متقدمة والقوة المشتركة في الفاشر متقدم في محاور كبيرة جدا زي ما سيمين أجي تسجيل الصوت أيضا. ففي الفاشر هم متخارجين يعني. فبرضو إن دل يدل إلى هزيمة قواتنا المشتركة في الفاشر. إن شاء الله ربنا يحفظكم وربنا يسدد خطاكم يا القوة المشتركة. أملنا فيكم قوي يعني. فصراحة أبهرتونا أيضا في مصفى الجيلي التحية لوليد جنى. ربنا يحفظكم القوة المشتركة في أي مكان ما تكونوا موجودين فبتبهروا العالم يعني. كروزر إلى أي كروزر. فإن شاء الله ربنا يحفظكم يا أخي. فأنت ذاتك إذا وصلت لحد هنا فواجبك بإنه يا أخي تعمل شير، واجبك تعمل لايك علشان بيسوق أنت ممكن الفيديو تصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وهو ده واجبك الوطني يعني. فإن شاء الله أدعم الفيديو وأخلي الفيديو تمشي تسأل كل أسرة سودانية عشان تعرف المرتزقة الآن قاعد يعمل في شنو أوي الوادي بتام كيف يعني. فإن شاء الله ربنا يحفظكم أينما كنتم. دمتم ودام سوداننا بألف خير. محباتي لكم، ألف سلامة.